النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الصفائح الدمويه وازاي اقدر افصل تفسير نتائج الصفائح الدمويه عن طريق الصوره او عن طريق النتيجه بتاعه اللي هو عد خلايا الدم الكلي او العد الكلي لخلايا الدم. زي ما احنا عارفين ان الصفائح الدمويه الصوره بتاعتها او لما باجي انا اعملها داخل المعمل بيبقى في برانكس، في حاجات بتظهر عندي. الحاجات اللي بتظهر عندي دي بتشمل حاجة، أول حاجة اللي هي البليتلت كاونت. البليتلت كاونت اللي هو بالنسبة لي اللي هو العدد بتاع الصفائح الدموية، وبيبقى في عندي حاجة اسمها الام بي في. الام بي في اللي هو المين بليتلت فوليوم، وبعدين بيبقى في عندي حاجة اسمها البي سي تي أو اسمها البليتلت كريت. تمام، دول الثلاثة بارامتر اللي هم الأساسيين. احنا هنا هنركز على الثلاث حاجات دي اللي قدامنا. طبعا البليتلت كاونت معروف اللي هو عدد الصفائح الدموية بالكيوبيك مليمتر، الام بي في اللي هو المين بليتلت فوليوم، وده بيعكس لي ايه؟ بيعكس لي متوسط حجم الصفيحة الدموية الواحدة. ده طبعا بيقابل الام سي في اللي هو في خلايا الدم الحمراء، وده بالتالي هو اللي بيقول لي ان كان الام بي في هنا بيقول لي اذا كانت الصفيحه الدمويه دي حجمها كبير او حجمها صغير او نورمال في الحجم في السايز. البي سي تي اللي هو بريتلت كريت، وده بيثبت الصفائح الدمويه من الدوره الدمويه قد ايه، زي بالظبط كان موجود في خلايا الدم الحمراء اللي هو البي سي في، فده اسمه بريتلت كريت. طبعا معروف ان في علاقه بين البريتلت كريت وبين البريتلت كاونت وبين البريتلت كريت وبين الام بي في، بمعنى ان هو كل ما يزيد البريتلت كاونت هيزيد عندي البريتلت كريت، وكل ما يزيد عندي حجم الصفائح الدمويه برضه هياثر لي على البريتلت كريت وممكن ايه ممكن يزودها. انا دلوقتي احنا هنهتم بالبريتلت كاونت. البريتلت كاونت معروف ان هو ممكن يطلع نورمال. تمام، النورمال ليفل طبعا مثلا في الهيومن يبقى من 150,000 لغايه 400,000 خليه بير كيوبيك مليمتر، ده اللي هو النورمال ليفل. لو زاد عن 400,000 بقول عليها ثرومبوسايتوزيس، ولو قل عن 150,000 بقول عليه ثرومبوسايتوبينيا. انا اللي يهمني هنا عشان انا افسر نتائج واقول ايه اللي حصل جوه الجسم بالظبط، والتغير اللي حصل في الصفائح الدمويه ده ممكن يكون جاي من فين. اول حاجه عندي بهتم بيها بهتم بالبليتلت كاونت وبهتم بالام بي في، يعني هتم هنا تفسير النتائج على عد الصفائح الدمويه وعلى متوسط حجم الصفائح الدمويه. اول حاجه ممكن تظهر عندي هنا اللي انا يبقى فيه ثرومبوسايتوبينيا. ثرومبوسايتوبينيا اللي هي معناها نقص في عدد الصفائح الدمويه. الاحتمالات اللي موجوده عندي هنا واللي هتخليني افسر ان هو يبقى في عندي ثرومبوسايتوبينيا، تمام، ومعاها الام بي في اللي هو نورمال، اقول عليها نورمال سايز بليتلت. البليتلت يكون الحجم بتاعها نورمال او تكون سمول ان سايز، يبقى في عندي ثرومبوسايتوبينيا ومعاها النورمال بليتلت، النورمال سايز بليتلت او سمول سايز او المين بليتلت فوليوم بتاعها نورمال. المين بليتلت فوليوم بتاعها الام بي في نورمال او الام بي في الاقيه هنا قليل. تمام، في الحاله دي طبعا ايه اللي بيحصل؟ في الحاله دي السبب هنا ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون جاي من البون مارو، يكون جاي من البون مارو، جاي من نخاع العظم. السبب هنا بيكون جاي من نخاع العظم اللي هي فيلير اوف ذا بون مارو تو بريديوس ثرومبوسايتس. البون مارو مش قادر ينتج عدد كافي من خلايا الايه؟ الثرومبوسايتس. بس في اسباب عديده طبعا كانت تؤدي الى الموضوع ده، لكن في النهايه المشكله جايه من فين؟ المشكله جايه من نخاع العظم. يبقى انا لقيت ثرومبوسايتوبينيا ومعاها نورمال سايز بليتلت او البليتلت حجمها صغير، وده بعرفه عن طريق الام بي في، البي بليتلت فوليوم قليل او البي بليتلت فوليوم نورمال مع ثرومبوسايتوبينيا، يبقى على طول اشك في البون مارو. الاحتمال التاني يبقى فيه ثرومبوسايتوبينيا ومعاها البليتلت حجمها لارج ان سايز،
large in size أو large in volume، حجمها large in size يعني الـ MBV هنا ألاقي زايد عن النورمال. في الحالة دي بقول السبب هنا ممكن يكون أكتر من حاجة، يا إما increase اللي هو loss of platelet مثلا في hemorrhage، زيادة النص، زيادة utilization يعني البليتلتس بتستعمل بكميات كبيرة مثلا في وقف النزيف، أو في destruction peripheral destruction للبليتلت، في تكسير للسوائل الدموية في الدورة الدموية. دي كلها أسباب، يعني السبب هنا بعيد عن المخاع العظمي، المخاع العظمي بيصنع الخلايا وفي لكن في ثرومبوسيتوبينيا موجودة، عشان كده الخلايا طبعا لما بيبقى في إجهاد على المخاع العظمي بيطلع دايما الخلايا حجمها كبير، فيبقى هنا السبب جاي من بره مش جاي من المخاع العظمي، لكن جاي من الدوره الدمويه، يا اما زياده في استهلاك الصفائح الدمويه او زياده في اللي هو التكسير بتاع الصفائح الدمويه داخل الدوره الدمويه. يبقى انا عندي الثرومبوسيتوبينيا احتمالين، الاحتمال الاولاني ان انا الاقي الثرومبوسيتوبينيا يعني نقص عدد الصفائح الدمويه موجود معاه الصفائح الدموية حجمها نورمال أو حجمها صغير، الحالة دي بقول عليها مود بارو فيلير، يعني في مشكلة في المخاع العظمي. الاحتمال الثاني في الثرومبوسيتوبينيا إن يبقى عندي البليتلتس حجمها كبير، الصفائح الدموية حجمها كبير، يعني بلاقي الـ MBV زايد عن النورمال، ودي معناها إن في مشكلة في الدورة الدموية، مشكلة في الدورة الدموية مش في المخاع العظمي، وده ممكن يكون سببه زيادة في الاستهلاك بتاع الصفائح الدموية، زيادة في التكسير بتاع الصفائح الدموية أو نص أو تفقد خارج الجسم. دي كلها الأسباب بتاعت الإيه؟ بتاعت اللي هي إزاي أنا أفسر نتائج الثرومبوسيتوبينيا. الحاجة التانية اللي هنا تهمني في البليتلتس اللي هو الزيادة في العدد ممكن تبقى ثرومبوسيتوبينيا وممكن تبقى إيه؟ ثرومبوسيتوزيس. ثرومبوسيتوزيس معناها زيادة في عدد الصفائح الدموية في الدورة الدموية. زيادة الصفائح الدموية هنا لو أنا لقيتها موجودة في عينينا أفسرها إزاي؟ برضه بفسرها عن طريق إيه؟ عن طريق الـ MBV أو الـ B platelet volume. في الحالة دي بيبقى في عندي احتمالين، الاحتمال الأولاني إن أنا ألاقي في ثرومبوسيتوزيس ومعاها البليتلتس حجمها نورمال ان سايز، نورمال ما الاقي فيه ثرومبوسيتوزيس ومعاها الميد بليتلت فوليوم الام بي في طبيعي، الام بي في طبيعي تمام. في الحاله دي لو انا لقيت الام بي في طبيعي والبليتلتس يعني البليتلتس حجمها طبيعي مع ثرومبوسيتوزيس، يبقى السبب هنا حاجه اسمها رياكتيف ثرومبوسيتوزيس. الرياكتيف ثرومبوسيتوزيس دي معناها ان المشكله مش موجوده في الصفائح الدمويه. رياكتيف ثرومبوسيتوزيس يعني هي بتدي رياكشن نتيجه لوجود محفز بيخليها تزود الخلايا بتاعت تزود الصفائح الدمويه. هنا دي لما الاقي انا ثرومبوسيتوزيس ومعاها نورمال سايز بليتلت ال بي في نورمال، يبقى دي اسمها رياكتيف ثرومبوسيتوزيس، ودي بتبقى مصاحبه للسيفير انفكشن. سيفير انفكشن يعني الحالات اللي هي العدوى اللي هي البكتيريه الشديده، وحالات سيفير انفلاميشن يعني وجود التهاب شديد. كل الحاجات دي بتبقى مصاحبه دي اللي هي رياكتيف ثرومبوسيتوزيس. وبالتالي لما الاقي ثرومبوسيتوزيس هنا ارجع ابص على والاقي البليتلتس نورمال في الحجم، ارجع ابص على خلايا الدم البيضاء لقيت خلايا الواي بلس سيلز فيها ليوكوسيتوزيس، وشكيت انا في سيفير انفلاميشن او في سيفير انفكشن، يبقى في الحاله دي اقول ان البليتلت سبب البليتلتس هو الانفكشن. وبالتالي هنا لما انا اعالج الانفكشن او اعالج الانفلاميشن البليتلتس لا هترجع للطبيعي. وبالتالي انا لما اعالج الالتهاب او اعالج العدوى البكتيريه هنرجع البليتلتس الصفائح الدمويه للحجم بتاعها الطبيعي. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها رياكتيف ثرومبوسيتوزيس. الاحتمال الثاني ان انا الاقي البليتلتس في ثرومبوسيتوزيس ومعاها لارج سايز بليتلتس،
يعني البليتلتس اللي موجودة عندي ال MBV حجم كبير، البليتلتس حجمها كبير، ال MBV عالي زايد عن النورمال. في الحالة دي بقول عن الموضوع ده بيحصل نتيجة لزيادة البرودكشن، زيادة البرودكشن من البون مارو بيبقى مصاحب لبعض الحالات زي مثلا حالات البولي ثيسيميا، حالات البولي ثيسيميا فيرا، حالات البولي ثيسيميا اللي بيحصل فيها زيادة في عدد خلايا الدم الحمراء بالنخاع العظم، البولي ثيسيميا فيرا. والاحتمال الثاني في حالات الثرومبوثيسيميا، وكمان بتبقى مصاحبة للكرونيك جرانيولوسيتيك لوكيميا، كرونيك جرانيولوسيتيك لوكيميا. دي الحاجات اللي هي ممكن يعني ممكن يكون بصاحب ليها زيادة في البليتلتس مع زيادة في الحجم نتيجة لزيادة البرودكشن، زيادة تصنيع الخلايا من البون مارو. وطبعا هي حسب السبب اللي موجود عند ده اللي هو ايه، ازاي افسر الصفائح الدمويه. اول حاجه في الصفائح الدمويه عشان اوصل لتفسير لنتائج المعمليه في الصفائح الدمويه، اول حاجه بشوف فيها الكاونت بتاع الصفائح الدمويه. لو لقيت العدد بتاع الصفائح الدمويه ناقص ابص رقم 2 على ايه؟ على الحجم، على الـ MBV. لو لقيت الـ MBV قليل عن الطبيعي يبقى ده بيعكس لي ايه؟ يبقى ده بيعكس لي ان المشكله موجوده داخل نخاع العظم، حصل ديبريشن نتيجه للادويه، نتيجه للاكس راي، نتيجه لوجود مرض في نخاع العظم. في اسباب كثيره تؤدي الى الموضوع ده، يبقى المشكله جايه من نخاع العظم. الاحتمال الثاني الاقي في نقص في عدد الصفائح الدمويه ومعاها الـ MBV عالي زايد، يبقى في الحاله دي السبب اللي موجود عندي هنا هو عباره عن زياده في حاجه بتحصل في الدوره الدمويه، يعني مثلا زياده في اليوتيلايزيشن، زياده في استهلاك الخلايا، زياده في استهلاك الصفائح الدمويه، زياده في تكسير الصفائح الدمويه، زياده في الفقدان بتاعها من الدوره الدمويه. دي كلها اسباب فعامل اجهاد على نخاع العظم، فبالتالي بتطلع الصفائح الدمويه حجمها ايه؟ حجمها كبير، مع اللي هي بتبقى قليله في العدد بالنسبه للي طالع للدوره الدمويه. الحاجة اللي بعد كده اللي أنا ألاقي فيه زيادة في عدد الصفائح الدموية، بيقول عليها ثرومبوسيتوزيس، ودي حاجة فيها احتمالين. الاحتمال الأول إن أنا ألاقي الصفائح الدموية حجمها طبيعي، ألاقي الـ MBV نورمال، فدي معقول عليها رياكتيف ثرومبوسيتوزيس، ودي بتحصل في حالات السيفير انفكشن، في حالات اللي هي السيفير انفلاميشن. لكن أول ما ألاقي الصورة دي على طول بقول عليها رياكتيف ثرومبوسيتوزيس، وبالتالي هتخف بيخف اللي هو ايه المرض اللي هو المصاحب اللي ادى الى وجود زياده في الصفائح الدمويه كنوع من انواع الرياكشن التفاعل. الحاجه الثانيه اللي هي ثرومبوسيتوزيس، وجود زياده في عدد الصفائح الدمويه ومصاحب ليها حجم كبير من الصفائح الدمويه، حجمها كبير يعني الـ MBV عالي، وده بيحصل نتيجه لزياده اللي هو في حالات بعض الحالات يصاحب بعض الحالات زي الثرومبوثيسيميا، زياده في المستمره لانتاج الصفائح الدمويه من نخاع العظم. في حالات البوليثيسيميا فيرا اللي هي بتحصل نتيجه لهايبربليجيا، وذا بون مارو بيبقى البون مارو هنا في هايبربليجيا، يعني في زياده في انتاج الخلايا من نخاع العظم اللي هي اساسا خلايا الدم الحمراء، وبالتالي بتزيد معاها الصفائح الدمويه، او بعض انواع الكيمياء السرطانات اللي هي خلايا الدم الميتا زي الكرونيك جرانيولوسيتيك الكيمياء. في النهايه الموضوع هنا جاي من نخاع العظم تمام، وبالتالي ممكن انا هنا عشان ابدا هنا اوصل لتشخيص مظبوط اعمل ايه؟ اعمل عينه بذل من نخاع العظم، اخذ عينه من نخاع العظم وافحصها تحت الميكروسكوب عشان اشوف هل السبب ايه السبب اللي موجود هنا بالظبط. يبقى هنا زي ما قلنا ان هو دي ده تفسير ازاي يفسر نتائج الصفائح الدمويه بالاعتماد على الريبورت التقرير بتاع العد الكلي لخلايا الدم.